السجون اصلا السقف بيجي من بره على اساس ان على بصر. حجر البستر ثلاث الوان اللي هو اللون الابيض والبني والاخضر، ثلاث الوان اللي هو حجر البستر. بنجيب الاحجار دي من بعد وادي الملوك، احجام كبيره وصغيره زي كده. يعني زي ما لما بيكون مثلا ابوك كويس جيت فتره اجل حجر زي كده خام عبارة عن كتل، احنا نقطوه ونشكله على حسب الحاجة اللي احنا عايزينها. أول حاجة بيشكلها الفنان إن كان فازة تمثال طبق بيشكل الحتة. بعد كده بنلفها بالقماش والبودرة بتاعت الألباستر وخليها في الشمس هنا لمدة يومين. ليه؟ علشان لما نيجي نفرغها من الداخل ما تكسرش. بعد كده بنحطها في الارض ونفرغها من الداخل. بعد ما بيتفرغ بيتاخد مبرد من بره عشان يبقى سن يعني رفيع شوي. بعد كده بنحطها في الفرن الجرد بحراره معينه وندهنها بالشمع الابيض. ليه ندهنها بالشمع الابيض؟ علشان تدينا اللون الطبيعي بتاع الحجر. ده الفينش بتاع الشغل اليدوي. اشتغلت المهنة دي اللي هي حسب 17 سنة، ممكن اعمل اربع حتت خمسة زي كده. الناس اللي عديها في الشارع يقول لك ده حجر بازلت 15 جنيه و 20 جنيه، ده مش حجر بازلت، ده معكون جبس ودهنين من اسود. حجر بازلت الاصلي اللي هو اللون الرمادي ده حجر بازلت الاصلي، وعندنا حجر الجير برضه بنعمل منه لوحات وبازات زي كده. اللوحة الفنية الجير دي من لوحات يعني جيرية جميع الأشكال زي ما انت كده زي ما شايف. بس هذه الشغلانة من أول لغاية آخرها.